انا تاريخ الصلاحيه محتاج ابص عليه كويس جدا لغايه اخر يوم في الصلاحيه انا ينفع استخدم الدواء. في ناس بتخاف يقول انا فاضل شهرين فمش هستخدم، لا لغايه اخر يوم مفيش مشكله. طب لو الدواء مثلا تاريخ صلاحيته خلصت، ايه احسن طريقه ان انا اتخلص من الدواء؟ في كذا طريقه، احسنهم ان انا ارجعها للصيدلي، لان الصيدله بيرجعوا الدواء انتهت صلاحيته تاني للشركه المنتجه، والشركه المنتجه هي اللي بتتخلص منه. فدي أأمن وأحسن طريقة. بس هو غالبا مش هيحصل يا دكتور، لأن حضرتك عارف إنه الصيدلي يبيع خلاص. لا هما بيقبلوا يعني كل الصيدلة، وأنا صيدلي يعني كل الصيدلة بيرحبوا بالموضوع ده، لأن هو بالنسبة لهم مرتجع الدواء بيعملوا مرتجع، وشركة الدواء بيبقى عندها بونص كده للصيدلة اللي بيرجعوا لهم الدواء الإكسباير تاني. حضرتك تقصد يا دكتور إنه بيرجع الدواء وبياخد فلوس مقابل الدواء اللي هو رجعه؟ مش فلوس على حسب بقى الديل، مش فلوس بس. يعني هو بيبقى فيه مثلا تحفيز من الشركات عشان الادويه الاكسبير ترجع، فالشركات تعرف تستخدمها في اللي هو اعدام الادويه لبروتوكول خاص، وكل شركات الدواء بيبقى عندها يعني مهم بالنسبه لها ان هي تاخد الدواء الاكسبير وتعدمه هي عشان ما حدش ثاني يستخدمه، فيحصل له مشكله فيرجعوا عليها مثلا بمشكله قضائيه مثلا. فدي حاجه.